لا طبعا لا، انا اللي احدد الوظيفه اللي تناسبني وتناسب طموحي وقدراتي. اي نعم، لان تحدد مستوى المعيشه ومستوياته المرموقه في المجتمع من خلال وظيفته، من خلال نظره المجتمع له كمكانه في الوظيفه، فهي اللي تحدد له المكانه. ابدا لا، على حسب ما قال سمو الامير محمد بن سلمان، انا يهمني الانسان الشغوف، فالانسان اذا يعني يتبع شغفه راح يجد الوظيفه المناسبه باذن الله. لا والله، اذا كان عندي هدف او طموح بوصل له ما يشكل راي المجتمع عندي بالنسبه لي اي عائق، يعني مستحيل. انا اشوف صراحه لا، لانه هو شيء يرجع للشخص ذاته يعني نفسه. يعني في ناس كانوا يقولوا لي لا ليش تشتغل باريستا؟ طب انا عادي، ليش ايش فيها الشغله؟ معايا ماستر، شهاده ماستر بكالوريوس، ما احسها تفرق، واشتغل محامي، بس ما في مشكله. واحد حتى لو اشتغل باشياء هو يحبها، ما يهمه اراء الناس ولا يهمه تفكيرهم ووجهه نظرهم له، يعني اهم شيء نفسه. عجبتني ردود الناس، اللي اراها شويه دبلوماسيه واراها شويه ميكروفون واجاوب امام كاميرا، لكن احس على ارض الواقع انه لا. اختصار، الوظيفه اللي ما تجيب فلوس ما نبيها، صح؟ صحيح، اكيد كذا؟ اكيد اكيد. بس احيانا اودي خليني اشرح لك نقطه. تكوني انت مثلا شغوفه بمهاره معينه، خليني اقول لك مثلا تبغي واحده تبغي تغني، تبغى تغني، تبغى تكون مغنيه، خاصة في المهن الفنية، تبغى تكون مغنية، اقنعيني ان هي ما هتهتم بان هي تروح وتغامر وتروح تصير مغنية وما تهتم برأي لا العائلة ولا المجتمع ولا المحيط ولا المحيط. وهذه النظرة تعيق ناس كثير من الفنانين، صح، اللي عندهم مواهب بانهم يتبعوا شغفهم. صح، يعني خلينا نطلع من الغنى شوي بعد. الميك اب ارتست، صح، يعني انا لما اكون ميك اب ارتست اخاف من نظرة المجتمع لي. انا اتذكر في فترة من الفترات انا كنت بالثانوي اعشق الميك اب وكنت مره احب امكيج، فكان ابوي الله يرحمه لا، وكنت اضطر انه انا امكيج يعني بالسر علشان ابوي لا يدري ويزعل علي. فكبرت بعدين وفتحت لي ميك اب ارتست، طيحت اللي في راسي وطلعت منه، بس اهم شيء انه انا مارست هذا الشيء وما وقفت. بس نرجع نقول انه احنا ما نهتم لراي المجتمع، نظرة المجتمع، لا بالعكس، احس كلنا الناظر الناس وش تقول عنه. بالضبط بالضبط، خاصة مثلا لما يكونوا الناس قاعدين يقعوا تحت ضغط رغبة الأهالي، يعني لما يكون الأب دكتور مثلا ويبغى ابنه يكون دكتور، فالولد يكبر هو يكون مثلا شغفه انه يكون موسيقار، يحب الموسيقى، يحب البيانو، يحب يرسم، يحب يحب يحب، بس يرجع يقول أنا عيلتي كلها أطباء، ايش بيقولون علي؟ ايش بيقولون المجتمع علي؟ خاصة على فكرة يمكن حتى النساء تكون أكثر تأثرا برأي المجتمع من الرجال في اختيار الوظائف، بحكم انه مجتمعنا محافظ لنا. يعني مجتمعنا ترى اول قبل كانت الخيارات عند النساء قليله، صحيح، في التوظيف، يا مدرسه، وش في غير مدرسه؟ كان مدرسه دكتوره، طبعا الدكتوره كانت تنشاف انه شيء كبيره، انه رغم ان البعض كان يشوفها جريئه تشتغلين دكتوره في المستشفى. هو هذا مش قاعد، مع انه يعني دكتوره، مين قد الدكتوره؟ بس كنا بعد نخاف من المجتمع وكلام الناس. خليني اخذك على نطاق اخر اولي الان، مع سعوده، عفوا، تانيث كثير من المهن في المملكه، في بعض المهن مثلا زي الكاشير، زي البنات اللي يقفون اللي يكونوا في المبيعات في المعارض. في البدايات اول ما بدينا كانوا كثير يقول لك، لما خاصه لما تيجي تجيبي بنات للتاهيل والتدريب، يقول لك اشتغل كاشيره؟ لا، ايش يقولون اهلي ولا إذا لا تروحي بعيد. انا من يومين طلعت في سنابي وقلت يا بنات تشتغلي اوبر؟ انا اعرف بنات يشتغلون اوبر ومره مبسوطين ومره مستمتعين، ويقولون يعني احنا عرفنا عنها متاخر لانها هي موظفه، فتقول طلع علي باب رزق مو طبيعي، تقول بس ما ابي احد يدري. ايوه، جينا لمربط الفرس. اذا احنا ناخذ بعين الاعتبار نظرات المجتمع وايش يقولون عني وكيف يصنفوني وكيف يحطوني، فلا نقول انه والله لا انا ما اهتم ايش يقولون عني، لا بهتم وبعد. واحيانا احنا نبحث عن نجاحنا وعن قيمتنا وعن نظر الناس في نظر الناس للاسف. صح.